اوكي ان شاء الله. خلينا نبدا احنا السيليبس مالتنا الفتره اللي حاضر السيليبس مالتنا جي اي تي ميتابوليزمز سبايكل سيستمز اندوكراينز سنتر نفس سيستم 1 2 سنتر نفس سيستم رينال اند تو فقط رينال نقدمها قبل سنتر نفس سيستم بعد العام قدمناها قبل سنتر نفس سيستم هذه الشخص بين الادويه والفسجه اوكي هاي السيليبس مالتنا زين ان شاء الله والتدريسية لحد ما الدكتور حسن والدكتور حسين يعطيكم اياها الفصل الاول اوكي الفصل الثاني ما انا اعطيكم اياها الفصل الثاني ما كنت انت عندك هاي بالنسبه للسيليبس نقطة أخرى هذا موضوعنا اليوم كيسات نقرا كيس من عندك خوش قافية طلاب طالبات اصيل دكتور اصيل شوف جا ركزوا ما شاء الله صوت كويس الاخير زين انت برجع غلط الكتروني يا ريت هذا الموضوع عنده علاقه بموضوع اللي اخذته بالجي اي تي Elderly women with a recent history of myocardial infarction is seeking an medical indication to help her treat her abdominal heartburn. She is currently taking several medication, including aspirin, clopidogrel, simvastatin, metoprolol, and enalaprolol, which is the following drugs should be avoided in this patient. اوكي ممكن تكون اولد وومن عندها مايكارديال انفكشن صار عندها ريسنتلي مايكارديال انفكشن شيء جديد عندها صار اي ماي تعرفون شو هو مايكارديال انفكشن؟ عندها تقليد اوكي هارت عندها هارت بيرن عندها حلقه معده صار عندها هارت بيرن الحركه صارت عندها زين تمام احنا بنعمل هيستوري مالتها نشوف هي تاخذ عده ادويه هي اسبرين كلوبيدوغريل تاخذ هاي الادويه اسبرين كلوبيدوغريل الميتوبرولول حصل صار سنتين ما عندنا تحمل كلوريزات فسبب كل الكيسات موجوده فكر لا دخلنا تجاوب لا تدخل عم تخلي بالك هاي لا لازم تجاوب اوكي يعني لازم تعرف الدراج انتراكشن هسا اول خيار ثاني شو كربونيت لازم تخلي بالك شو الكالسيوم كربونيت خلاص انت تخلي بالك شو الكالسيوم كربونيت؟ فور ما حق يعني انت اسد فورماتيدين اوكي يعتبر ايش تو ريسبتر انتي جونست اوبرازول اوبرازول يعتبر بروتون بامب انهبيترز ديزاتيدين شيء يعتبر ايش تو ريسبتر بلوكر طبعا في الادويه اكثر شغله مهمه بعض الاحيان يعني خلوا بالكم ما كلهم يصير بس اكو بريفير يفضل احنا دائما ناخذ البريفيرز واذا كل يصير بجوز بالاخير مكتوب اول اوف ذا بوف كلنا نستخدمه زين بس هو دائما يفضل البريفير زين اوكي هنا ياخذ منه بالكم لا احنا نسيح اوبرازول فورتون بامب انهبيترز لانه هو اكثر اشهر افويد انا سنه زين والسايمتي ده مسوي دخل بس اكثر شيء بروتون بامب انهبيترز اوكي فبعد حال شيء يصير هو يسوي لنا انهبيشن اوكي انزايم اسمه انزايم سايب 500 ما اعرف ايش كذا العدد مالها اوكي اي رقم 40 50 ما ادري 45 سايب هذا الانزيم من ما يسوي انهبيشنز يمنع امتصاص يمنع شغل مالت رولو بريدوال فهنا شو يصير؟ تصير مشكلة القلب تصير أكثر أكو شيء أفضل من شيء يعني مشكلة أكثر القلب أكثر لو هارت بين أكثر أخطأ قلب أكثر أخطأ
فإنه لازم إحنا نتعد هذا العلاج. فبالحال شنو لازم علاج؟ لا نطيب ولا تنبه منه بينه يعني. الأوزمو برازول إس أوم برازول ما يصير. بين بقية سل بنتا برازول لانو برازول تلا دو برازول بخير بس بقية سل زين بس هذول اثنين بس. التعريف الكيميائي بين مادة يمنع الشغل اللازم صارت 450 ما أعرف أنا متأكد 450 سرعة 450 أوكي فيمنع شغل أوفته في الأوب دي جروس. فكان سكر بينك هو أنت أسبرون أنت مش إلى تداخل البطن. صح. فينا ما يفكر هنا. يعني أربع مشكلة في هذا الأسيد. أنت أسيد بس ما يمنع. ما يدخل والله. أوكي. عشان. نيجي على السؤال الثاني. 45 year old women. For the past 2 weeks, no, are implicit acid-like tests so in her mouth. Would you like to answer? No, it's not. It's not. It's not. It's not. It's not. It's not. The clinician suspected that she has gastroesophageal reflux disease, GERD. Which of the following drugs is she on? Women, women are 45 years old. It's not. أنها حرقة بالمعدة سيفير ومستمرة للثلاث أسابيع اللي مضت. تمام عندها أسيد لايك تيست إن هير ماوث يعني عم حاول جلد. الدكتور سسبكتد ذات شي هاز جيرد ديزيز أبي استرجاع. تمام يعني لما تسمع حرقة المعدة وخاصة باللي قال إن هي عندها استرجاع. عندها جاستروسفيجل ريفلكس سوبر. أوكي استرجاع محمود. وش أفضل دراج إز ذا موست أبروبريت يعني أكثر دراج هو مناسب لحالتها. عندنا انتا اسيد مثل الالومنيوم هيدروكسايد او ديسكلامايد جرانسيترون شو جرانسيترون؟ جرانسيترون اوكي دائما تخلون تكون اجوبه فكروا شنو الادراج وين الشغل يا مكان Which of the following drug would be the most effective for to counteract the emesis in this patient without exacerbating her cardiac problem? So, Lopidol. بنزوها ويا أوفريان سايت أوفريان كانسر يعني سرطان أوفريان سرطان المبيض أوكي أوكي استخدم الدواء اللي هو سيسبلاتين بس هذا هو مال كيمو ريسبتر أوف ذا كانسر سرطان شو يسوي علاج سرطان شو يسوي أحد سايد إفكت سوي نوزيا بومتينز فيا علاج هنا يفيدنا بدل وقف الإنبان نتوقف سناب مكتوب نعطيك وياه عندنا أول واحد شو دروبريدول شنو يعتبر أخذت لك الأسبوع H2 ريسبتر H1 ريسبتر انتيجونس هم يشتغلون انتيميتكس بسكوديرز يعتبر جماعة لاكسيك خدتوا لذيت ولا بعد؟ بعد 25-year-old man with a past medical history of alcoholic use disorder present with IBS طبعا رتبه باول سيندروم لا نلغي ماما extra-viral substance have been associated
extra pyramidal septins have been associated with which of the following drugs and have side effect we have any extra pyramidal septum شنو extra pyramidal septum لازم يعبر سنتر نفس السيستم ما يعبر الدرج سنتر ما يساعد extra pyramidal septum سكر الفيت ابيبيتين بسكوري which of the following drugs اوكي خلينا نجي واحد واحد سكر الفيت شنو سكر الفيت؟ جاي هذا ما يسوي هذا ما يعبر بعد ابيبيتين اللي كي دكتور يوروكانين هو دكتور يوروكانين دكتور اوكي بعد بسكوري اول واحد مثل دوبامين هاي دوبامين وسوين وصل ايه هو تشيل مثل دوبامين دوبامين ريسبتر سيلكت دوبامين ريسبتر انتيجونس دوبامين تو ريسبتر إذا هو أكثر شيء سؤال الأنتي دوبيناجين هذا سايد إفكت. شو سايد دوبينج تكتب هذا؟ سير راسه ميجي. حد ينفتح هذا ما يطول. بيخلص مدة علاج إلى طبيعي. بس تعال فهم المريض من يخلص العلاج سيرجع. أو تطيب بار يوم إلى طبيعي. مو بعد حين يجيك ماكو مسألة علاج. هذا ما يصير كل مرضى. لازم ياخذ جرعة زيادة. بس مشكلة أكو ناس جرعة واحدة يصير. يجوز عنده جرعة واحدة يتم زيادة. اوكي هذا شوي مشكله لازم تفهم ويا المريض لانه بعض الاحيان مرضى يصير لك مشكله صح حقا انه يرجع راسه يشوف لك انت بلز واحسن شو راسه نجح صح ولا بس يرجع طبيعي Which of the following agent gastrointestinal problem is the contraindicated in the weakness? نطيع علاج نطيع علاج بالgastrointestinal problem بس هو مشكله وين؟ بالبريس. There's just calcium carbonate, famotidine, ميزوبراستور بلدين اوكي انت اسد والاخر شنو؟ فاموتين شنو فاموتين احفر؟ تتكلم محرم جدا كارثة فاموتين فاموتين سايموتين رانتين شنو فاموتين؟ H2 ريسبتر خلي بالك لا تقول H1 ريسبتر لازم تقول H2 ريسبتر اكو H1 ريسبتر استخدم لي الالرجي H2 ريسبتر بالمعدة زين H2 ريسبتر لازم برازول شو لازم برازول لازم برازول لازم برازول ما في بي اي سان ميزو برستور شنو هو؟ ميزو برستور شنو هو؟ ميزو برستور شنو هو؟ شنو فايدة من البيبتغاسة؟ بالأخير شنو فايدة من البيبتغاسة؟ بروستاجلانين؟ ها؟ صحيح يزيد اليوم يزيد اليوم اوكي ثانك يو فيري ماتش شكرا لك